مارتن لوثر كينغ رمز النضال لأجل الحقوق المدنية. ولد وعاش هنا في مدينة أتلانتا إلى أن اغتيل عام 1968. كثرة الزائرين إلى منزله تتزامن مع حيوية سياسية غير مسبوقة للناخبين السود في ولاية جورجيا. أنا لا أكره دونالد ترامب، لكني أكره كل ما يمثله ويقوله. انظر كيف تحولنا إلى أمة منقسمة بشدة. نحو 800,000 ناخب أسود أحجموا عن التصويت في جورجيا عام 2016، لكن الاحتجاجات الأخيرة وحركة حياة السود مهمة ضاعفت إقبالهم على التسجيل في قوائم الاقتراع. رغم مرور 52 عاما على اغتيال مارتن لوثر كينغ، إلا أن الانتخابات الحالية أعادت إحياء جروح عميقة في الولايات المتحدة، وهي تبدو بوضوح أكبر وبشدة في الولايات الجنوبية. تقع جورجيا في عمق الجنوب الأمريكي، حيث الغلبة للتيارات المحافظة تقليديا ذات الأكثرية البيضاء. منذ 30 عاما لم يفز في الولاية أي مرشح رئاسي ديمقراطي. غالبية ناخبيها لا تزال في الجانب الجمهوري المحافظ. لينظروا إلى ما حدث في روسيا تحت حكم الاشتراكية، لقد انهارت بالكامل. أولئك الذين لا يقرؤون التاريخ سيكررون أخطاءهم. الجديد في جورجيا أنها تشهد تغيرا ديموغرافيا أدى إلى زيادة 320 ألفا من الناخبين الجدد على قوائم الاقتراع. الفئات الشابة تشكل غالبية الناخبين الجدد، وهي تميل إلى الحزب الديمقراطي وفق الاستطلاعات. ستصوت أمريكا للخيار الصحيح هذه المرة. أعتقد أن الجميع سيصوت للحزب الديمقراطي بما في ذلك الجمهوريون. إصلاحات إدارية عدة تبنتها جورجيا أخيرا مكنت الناخبين من الحصول على البطاقة الانتخابية إلكترونيا، تطور سيساهم في زيادة كبيرة في أعداد الناخبين، وسيزيد من احتمالات انضمام جورجيا إلى لائحة الولايات المتأرجحة. من مدينة أتلانتا في جورجيا، نبيل أبي صعب، العربي.